شايفين منظر وشي دلوقتي؟ اوكي انا اسفة على المنظر اللي خد، بجد اسفة جدا، لكن هو ده شكل بشرتي. انا بجد وشي حاسة اني حاطة عليه مية نار. هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب، انا روان داش. واوقات بتخطر على بالي افكار فيديوهات غريبة ومجنونة زي فكرة فيديو النهاردة. في فيديو النهاردة هجرب معاكم اكتر تحدي مجنون وبصراحة مقزز شفته على الانترنت اخر فترة، وهو انه نحط 100 طبقة فاونديشن على بشرتنا. يا اخي اكبر كمية فاونديشن اي حد حاول في العالم يحطها على بشرته كانت 100 طبقة من الفاونديشن. وانا النهاردة مش هحط 100 طبقة ولا 200 طبقة ولا 300 طبقة. ده كلام فاضي بالنسبة لي. انا النهاردة هحاول احط 1000 طبقة من كريم الاساس والباودر على الوش اللي انتوا شايفينه دلوقتي هنا ده. ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. قبل ما نبدا التحدي بتاعنا النهارده جايز، انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على اللايك، اعملوا لايك كبير جدا على الفيديو ده، لانه لما تعملوا كده انا هعرف ان فيديوهاتي قاعده بتعجبكم وبالتالي هحسن لكم الفيديوهات اكتر، وكمان هتنزل لكم فيديوهات اكتر الفتره اللي جايه. اللي مش عامل سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب، وكمان فعلوا زرار الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوتيوب يبعت لكم اشعار وتكونوا اول الناس اللي تتفرجوا على فيديوهاتي. ودلوقتي جايز خلونا نبدا في التحدي النهارده ونحاول ان احنا نحط 1000 طبقه من الفاونديشن على وشي. ليه بعمل كده؟ صراحة مش عارفة، ما عنديش اي اجابة غير ان انا واحدة فاضية ومتخلفة وبحب اعمل حاجات مجنونة. سو يلا بينا. اوكي يا جماعة، لو استنيت اكتر من كده بصراحة مش هعمل التحدي ده، لاني نفسيا مش جاهزة وجسمانيا كمان مش جاهزة، وكمان قاعدة بفكر في الوقت اللي هعمل فيه مونتاج للفيديو ده هيكون عامل ازاي، ونفسيتي بدأت تتعب من قبل ما ابدأ اصلا. عندي هنا كريمات الاساس اللي هستخدمهم في التحدي ده، وكمان عندي باودر، وعندي هنا الورقة دي اللي مكتوب فيها 10 اقسام. طبعا علشان احنا هنعمل 1000 طبقة او هنحاول نعمل 1000 طبقة النهاردة، فلازم اكتب كل طبقة والتانية علشان ما انساش، فكل قسم عندي هنا هيكون ب 100 طبقة. فهنشوف النهاردة هل انا هقدر اوصل للقسم العاشر واللي هو رقم 1000. وبالمناسبة الساعة دلوقتي 47 دقيقة، فهنشوف انا النهاردة هخلص التحدي ده الساعة كام. اوكي يا جماعة، سو بما انه النهاردة انا هعمل حاجات مجنونة جدا في بشرتي ومش عايزة بصراحة بشرتي تكرهني للابد، حبيت اعمل شوية سكين كير واهتم شوية ببشرتي علشان بشرتي بجد هتكرهني جدا في التحدي ده. اول حاجه هعملها هي اني هغسل وشي اكيد باللونا 3 من فوليو. انتوا عارفين ان قد ايه بحب فرشه اللونا 3 من فوليو علشان بتنظف البشره بطريقه مش طبيعيه. ودلوقتي علشان اشد بشرتي شويه وكمان اديها لمعه تجنن واعمل لها شويه مساج، هستخدم البرودكت الكيوت ده، اكتر برودكت كيوت في العالم اللي هو البير ميني من فوليو. ده جهاز مخصص ومصمم ان هو يشد بشرتكم. مين فينا مش عايز بشره مشدوده؟ بير ميني من فوليو بيستخدم نبضات المايكرو كيرنت ونبضات التيسونيك علشان يديكم الايفكت كانكم عاملين بالظبط كونتور لوشكم، وكمان بيعالج علامات التقدم في السن والشيخوخه المبكره اللي بتكون موجوده في البشره، وكمان التجاعيد. احلى حاجه فيه بجد ان هو حجمه صغير قوي وكيوت، وممكن تحطوه في الشنطه وتاخدوه معاكم في اي مكان وتعملوا التريتمنت بتاعتكم في اي وقت انتوا عايزينه. طريقه استخدامه سهله جدا وبسيطه، بتوصلوه على الموبايل بتاعكم وبتفتحوا الابلكيشن بتاع فوريو وبتقدروا انكم تعملوا التريتمنت. ده بالنسبه لي بصراحه احسن استثمار ممكن تستثمروه في بشرتكم، لانه تخيلوا معايا كده لو كل اسبوع مثلا هتروحوا على السبا هتدفعوا مبالغ كبيره جدا بالفات الدولارات والفات الدراهم، هتعملوا نفس التريتمنت بالظبط في بيتكم في اي وقت انتوا عايزينه وقت ما انتوا تفضوا، وكمان بربع السعر. فوريو حاليا عاملين عرض البلاك فرايداي، سو انصحكم تروحوا تشوفوا البرودكت ده، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. ودلوقتي خلونا نرجع للفيديو. كيس، هبدا الاول باني ارفع شعري، ودلوقتي خلونا نبدأ بأول طبقة من الفاونديشن. شكله ده فاونديشن قديم من أولها كده. مش بينزل. اوكي الفاونديشن ده اوت. على فكرة انا دلوقتي استوعبت قد ايه التحدي ده هيكون فعلا صعب. حتى لو هعمل بس 100 طبقة انا حاسة ان انا هفضل قاعدة يومين هنا قاعدة بحط فاونديشن على وشي. دلوقتي هبدأ اني اثبت وشي بالباودر. اوه ماي جاد، لا لا يا جماعة الجامبر ده انا بحبه قوي. شوفوا تقل الفاونديشن، دول بس طبقتين، تخيلوا بس طبقتين. من اول كام طبقة من الفاونديشن وقلت
الموضوع صعب. مش عارفه ليه بس عقلي صور لي ان التحدي ده هيكون اسهل بكتير من الحقيقه. لما بدات احط الفاونديشن طبقه فوق الثانيه وبدات احس الكتل اللي على وشي من اول كام طبقه، حسيت انه فعلا فعلا الله يرحم بشرتي في التحدي ده. شكل بشرتي بقى عامل زي السحليه. هنثبت بالباودر. اي حد عيد ميلاده قرب وعايز كيكه ممكن ياخد وشي. لا لا لا، شكلي هضطر اروح اشتري واحد جديد يا جماعه، اتوسخ كله بالفاونديشن. اقسم بالله يا جماعه بشرتي بدات تحرقني من دلوقتي. بالنسبه للباودر انا مش قاعده بثبت بعد كل طبقه بالظبط علشان مش عايزه في الاخر وشي يقشر ويكون عامل زي بشره التمساح. تخيلوني كده وانا قاعده بحط 1000 طبقه من الفاونديشن وبثبت كل طبقه. كتير قوي. او ماي جاد، انا بجد اتحولت العفريت كده ليه؟ جايز والله ما قادره احرك شفايفي قد ما عليهم فاونديشن. اوكي انا لازم بجد امسح الفاونديشن من على شفايفي لانه شكلي بقى عامل زي العفريت. اوه ماي جاد. اوكي مش هحاول. في احساس انا حاساه دلوقتي مش قادره اوصفه لكم، حاسه كانه وشي عليه طبقه من التلج، حاسه ببروده فظيعه في وشي، مش عارفه البروده دي جايه من ايه. حاسه ان انا بجد حاطه عجين على وشي. او ماي جاد، شوفوا ازاي القلم اتملى فاونديشن. البيوتي بلندر دي لازم تترمي بعد التحدي ده. حاسه ان انا بجد عايزه اهرش في وشي كده بضوافري، فاهمين؟ عارفين انتوا الاحساس ده؟ القسم الاول ده هو بالنسبه لي اصعب قسم لانه هنحاول دلوقتي نوصل ل 100 طبقه وبكده هنكون خلصنا القسم الاول وهننتقل للقسم الثاني. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا هنا؟ انا خلاص كنت بدات اتعايش مع انه الهودي بتاعي اتوسخ بالفاونديشن وعمره ما هينضف تاني. او ماي جاد، وشي انتوا مش متخيلين المنظر. شعري ابتدى يتحول لعجينه. مش قادره اتنفس من كتر الفاونديشن اللي على مناخيري. الموضوع بجد بقى صعب جدا فوق ما تتصوروا. عايزه اقول لكم انه قد ما التحدي ده كان متعب جدا جدا بالنسبه لي، الاديتنج او الاعداد بتاعه كان خارج عن الطبيعه. حاسه ان انا المفروض اروح اتعالج نفسيا بعد التحدي ده هو والمونتاج بتاعه. أسوأ حاجة في التحدي ده هي الباودر، لأنه كل ما قاعدة بحط باودر كل ما قاعدة بحس إنه وشي اتحول لماسك. شكلي بقى كأني عاملة هايلايتس من قدام. أو ماي جاد جايز، البيوتي بلندر تقلت جدا من كمية الفاونديشن، بقت عاملة زي البيضة. أو ماي جاد جايز، شايفين كمية الفاونديشن اللي طلعت من البيوتي بلندر؟ وأخيراً 100.
انا دلوقتي يا جماعه مش مصدقه ان في 100 طبقه من الفاونديشن على وشي. انا فعلا بتكلم بصعوبه دلوقتي لانه بقي قاعد بيلزق في بعضه كل ما بتكلم من كتر الفاونديشن اللي عليه. اوكي انا اسفه على المنظر اللي خد بجد اسفه جدا. هو ده شكل بشرتي بعد 100 طبقه من الفاونديشن والباودر. مبدئيا كده شايفين شعري عامل ازاي؟ يعني بجد انا مش مصدقه المنظر ده. شوفوا الفاونديشن اللي على شفايفي عامل ازاي، منظر بشع. كل اللي انا عايزه اعمله دلوقتي وكل اللي بفكر فيه هو حاجة واحدة بس، وهو اني اشيل وشي، يعني اغير وشي. شوفوا شكل المكان بقى عامل ازاي هنا يا جماعة، والمشكلة انه كل حاجة لونها ابيض. شوفوا الحتة دي ازاي بدأت تقشر. وشي حرفيا يا جماعة بدأ ان هو يقشر من كتر الفاونديشن والميك اب اللي على وشي. الساعة دلوقتي بقت 1 بالليل، يعني تقريبا بقالي 6 ساعات بحط فاونديشن. شوفوا شكل حواجبي عاملين ازاي. اوه ماي جاد، كل حاجة في وشي دلوقتي بتحرقني. عينيا بتحرقني، حواجبي بتحرقني، دموشي بتحرقني، مناخيري بتحرقني، ولسه بقالنا 9 اقسام هنحاول نخلصهم، فخلونا نكمل. دي هتكون الطبقة 101. كلمة ما كنتش حاسة بدراعي دي كلمة بسيطة على اللي انا كنت حاساه في اللحظة دي. تخيلوا معايا انه فوق ال5 ساعات انتوا قاعدين بس تدمجوا فاونديشن وتحطوا فوقه باودر من غير اكل ومن غير نوم وكمان من غير راحة. اوكي اعتقد ان انا المفروض دلوقتي الم شعري علشان الوضع ابدا مش كويس. بدأت احط الباودر هنا على طول لانه كده كده اتوسخ، وبصراحة كده يعني اسهل. بليز انزلوا دلوقتي ادعولي في الكومنتس ان انا اعرف انظف الديسك ده، لانه لو ما تنظفش بجد هتكون مأساة. بدأت افصل بجد وعايزة انام. حد بليز يجي يدمجلي الفاونديشن علشان فعلا ايدي تعبت. حرفيا يا جماعة المرحلة دي كنت تعبانة فيها جدا، وما كنتش فعلا قادرة افتح عيني ابدا ولا اواصل، وكنت بحاول على قد ما اقدر اني ما نمش. بفكر بصراحة اني استسلم، بس مش عارفة لو استسلم دلوقتي ولا اكمل. انا خايفة من حاجة واحدة بس، وهي انه وشي فعلا فعلا بيحرقني بطريقة مش طبيعية. اوكي لحظة لحظة بجد يا جماعة، وشي فجأة ابتدى يحرقني بطريقة مش طبيعية. متوقعة اي روان بعد ما تحطي 200 طبقة من الفاونديشن على وشك ان وشك يزغرط لك مثلا؟ مش عارفة لو صح اني اكمل ولا لا، لان وشي وخصوصا تحت عيني وعند بقي بيحرقوني كاني حاطة مية نار. ومع كده برضو قررت اني اكمل لحد ما على الاقل اوصل ل 200 طبقة. حاسه ان وشي والفاونديشن بقى واحد، يعني حاسه انه ما بقاش فيه فرق خلاص. حاسه ان انا مش قادره احرك ايدي من هنا على قد ما قاعده بطبطب على وشي، والوقت اتاخر جدا وانا فعلا فعلا تعبت. ما تخيلتش ابدا انه التحدي ده هيكون صعب كده، وبجد خايفه ان هو ياثر على بشرتي، بس ان شاء الله ما ياثرش عليها. الغريب في الموضوع ان انا عندي صداع مش طبيعي. مش عارفة بقى الصداع ده سببه ايه بصراحة. ممكن يا روان يكون سبب الصداع ان انت ببساطة قاعدة بقالك 12 ساعة قاعدة بتدمجي فاونديشن على وشك من غير نوم. 6.5 hours later. او ماي جاد او ماي جاد، تقريبا عيني التهبت. هحط شويه كمان. انا مش عارفه انا ليه بعاند نفسي وباجي على نفسي كده. او ماي جاد جايز، انا مش عارفه بجد ليه بعمل في نفسي كده. الله يستر على بشرتي بكره وعلى عينيا. هبدا اطلع الفاونديشن من البيوتي بلندر. شوفوا قد ايه في فاونديشن فيها جايز، المنظر مش طبيعي.
حد اكبرك تعمليه كده يا روان؟ الصراحه لا، لكن انا بحب اجرب حاجات جديده وانتوا عارفين ده، وانا بعمل لكم التجربه دي علشان تستمتعوا بيها. لكن بشرتي برضو مهمه جدا بالنسبه لي، وعينيا وبقي ومناخيري ورموشي وحواجبي برضو مهمين جدا بالنسبه لي. فهنا ايقنت ان انا لازم اخد القرار اني اوقف التحدي ده على السريع قبل ما لا سمح الله لا سمح الله يا رب حاجه وحشه كانت تحصل لي. اوكي يا جماعه، الصبح قرب يطلع دلوقتي، الساعه دلوقتي 45 دقيقة الصبح، يعني بقالي كم ساعة بعمل التحدي ده؟ تقريبا كده 12 ساعة بعمل التحدي ده وبحط فاونديشن. انا حاسة ان انا بجد مقروفة، مقروفة ابص لنفسي في الكاميرا، مقروفة من شكلي، مقروفة من الاحساس اللي انا حاساه دلوقتي. او ماي جاد، انتوا شايفين اللي انا شايفاه دلوقتي ولا مش شايفين؟ انتوا شايفين ايه اللي حصل في وشي؟ شايفين التقشير اللي قاعد بيحصل من هنا والتقشير اللي تحت عيني وحواجبي ورموشي؟ او ماي جاد، ده غير طبعا ان وشي بيحرقني دلوقتي بشكل مش طبيعي. انا بجد وشي حاسة اني حاطة عليه مية نار. شايفين منظر وشي دلوقتي؟ انا ايه اللي عملته في وشي ده؟ بشرتي بقت عاملة زي بشرة السحلية. شوفوا التقشير اللي قاعد بيحصل هنا، انا مصدومة دلوقتي من شكلي. للأسف جايز ما قدرتش اكمل التحدي ده، وما قدرتش احط 1000 طبقة من الفاونديشن زي ما انا كنت عايزة، لكن قدرت احط 200 طبقة. ومع انه الرقم ده ما يجيش اي حاجة جنب 1000، لكن ما شفتش حد ابدا على اليوتيوب كله حط اكتر من 100 طبقة من الفاونديشن على وشه. ده يا جماعة احلى جزء بالنسبه لي. او ماي جاد، شوفوا ازاي بيتكسر. واو، شايفين الطبقات؟ شعري راح فيها يا جماعه بجد. شوفوا ازاي شعري لزق في بعضه. مش عارفه لو الميك اب ريموفر ده هيقدر يشيل الفاونديشن ده كله ولا لا. شوفوا الفرق بين لون بشرتي ولون الفاونديشن، تحسوا ان بشرتي لونها بينك. اليوم الثاني كان مأساة بالنسبة لي، بشرتي كانت في أسوأ حالتها، طلع لي يمكن 20 حباية في وشي. يا هو ده كان شكل بشرتي بعد يوم من التجربة الأليمة اللي أنا عملتها دي. وبكده جايز نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. بليز جايز اعملوا لايك كبير جدا على الفيديو لو الفيديو ده عجبكم، وتأكدوا كمان إن أنتوا تعملوا سبسكرايب واشتراك في قناتي علشان تنضموا لعيلتنا وعيلتنا تكبر أكتر على اليوتيوب. وأهم حاجة تفعلوا زرار الجرس اللي موجود تحت الفيديو علشان يوصلكم كل جديد أول بأول. وبس جايز، ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، بحبكم قد الدنيا كلها، وإن شاء الله أشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.